بون اون برينسيپ خصهم يخلصوا الضريبه لان هما لعابه محترفين لان جو بارل ديال لان ملي كدوي على جامعه ديال كره القدم سكيفير يكون عندها حتى هي قوانين وكاين عندك يكون عندها اجراءات وعندها واحد القانون واحد القانون اساسي داخلي سكيفي اللعابه ان ما نظنش اي لعاب انه غيتهرب من الضرائب لان العواقب غتكون وخيمه. الصراحه اللعابه خاصهم يخلصوا الضرائب يعني الصالح الفريق والصالح الدوله لان حتى هما كيتخلصوا والصراحه الله كاين بعض الفرق ما كياخذوش يعني بريمات وكذا ولكن ضروري خاص يخلصوا الضريبه. بالنسبه للعابه اللي ما تيخلصوش الضرائب هذا دابا كاين اللاعب اللي ما عندوش ما كيشيلش بزاف بحال دابا لاعب كيتخلص واحد 7000 درهم ماشي بحال لاعب كيتخلص 4 مليون ولا 3 مليون ولا هذا بالنسبه اللي كيتخلص فوق 2 مليون هذا كيخلص الضرائب ولا كيسيني ب 200 مليون 300 مليون هذا خصو يخلص الضرائب باش نقولوا حنا في بطوله احترافيه هذا هو الاحتراف ملي كيكون اللاعب كيخلص المسائل ديالو كيكون القوانين ديالو راه حنا اذا في بطوله احترافيه. خويا اللعابه ديال دوزيام ديفيزيون تروازيام ديفيزيون ماشي بحال بريمير ديفيزيون ما كيتخلصوش بحالهم وديال بريمير ديفيزيون راه ما واقيلا حتى الفرقه ديالهم هي اللي كتخلص عليهم الضرائب ولا السالير ديالهم سالير عادي بحاله بحال ديال اي واحد يقدر يكون كيخلص ضريبه وحده والضريبات الاخرين ما يخلصوش. دابا على حسب كاين اللعابه اللي كيتخلصوا مزيان بحال الوداد والرجاء هادو ضروري غيخلصوا الضريبه ولكن بحال الفرق اللي الامكانيات ديالهم قلال وما كيتخلصوش مزيان ما كيفاش غيخلصوا الضريبه اذا الخلصه ديالهم يخلصوها بالضريبه ما يمكنش يعني الامكانيات قلال الخلصه قليله فهمتي. اما بحال الوداد الرجاء هادو فرق يعني طالعه ضروري يخلصوا. لا كاين صحابي بلا ما نذكر السميات كيلعبوا في اولاد المدرسه ما فاتينش 3000 درهم اللاعب كيتخلص مزيان لي جاي من بلاصه الفلان فلانيه ولا موسع عليه هذا وهذا واخد الكاميلا ديالو اما ولاد المدرسه راه واكلين العصا.